في أقل من نص ساعة ترجي يقبل هدف من غلطة لا تغتفر من الفادعوين، يجري ويتمركز بالغالط وعبد القادر بدران جاي عاون خربها ولعب ستيف يتعدى وسو تقدير من بن شريفية يكلف الترجي أسبقية الضيوف، وتتبعثر الأوراق لراضي جعيدي في الدقيقة 21 وهدف عبد المؤمن جابو. الكابتن طارق ذياب قدم نظرة مستقبلية لسيناريو المقابلة من أول كلام وقال الماتش باش يكون 50-50، وفي عمق الماتش قال راضي جعايدي يلعب بخطة 4-3-3 متحمس لدخول بن حمودة والترجي لازم يستغل الفرص يلعب للهجوم، وقلنا يركزوا ويتوازنوا بين الهجوم والدفاع، ما تخليش المنافس يلعب الهجمات المعاكسة وعنده الإمكانية وقدرة الفوز، ومع تسديد الهوني في دقيقة 30 من خارج 18 تشوف صعوبة خلق هجمة الأحمر والأصفر بغياب الجمهور إلا اللاعب البارز والمؤثر، ومع إصابة المغربي صابر بوغرين شفنا الفرق في اللعب. نسترجع كلام جعايدي في آخر حصة تدريبية وين قالوا صرح المراسل بيان سبور نافع بن عاشور وين قالوا ما عملش بيه في الماتش ميساج واضح لجمهورنا، نحاولوا باش نكونوا أكثر نجاعة وأكثر تركيز وهذا اللي ما صارش، مركزين وهذا كل تابع تحذيرات منذ العودة من الجزائر وهذا ما صارش، وقال باش نلعبوا بنزعة هجومية ونجيبوا الربح وهذا زاد ما صارش. رجع أخرى لحديث الكابتن طارق ذياب اللي صرح في مباشر على قناة البيان سبور، الترجي مش معقول يعود غلطة الذهاب ويضيع الكرات الثابتة اللي معروف انه عندهم لعبية اللي تضمن حاجة هذه واللي باش تكون اليوم نقطة القوة. وكما زاد صرح بخصوص قراءة ماتش اليوم، رائد الفادع لازم يكون مندمج مع إيوالا، الياس الشطي ممتاز والكرات العرضية هامة ولازم الأطراف تخدم مليح. وبخصوص حمد الهوني، يا حمد الهوني وين سالوا المذيع على تصريحاته في ماتش الذهاب واللي يظهر لي في الإياب صار اللي صار، صرح طارق ذياب انه اللاعب عنده في سقيه لكن كثرة الإصابات خلته مازال مرجعش للفورمة الصحيحة. وفين وجه كلامه للهوني اللي يلعب كجناح، ألعب واقرأ حساب أصحابك مع الكثافة العددية مع 7 و8 مدافعين، وشفنا التكتل الدفاعي في الشوط الثاني لازم ذكايا معلم وقتها يكون رأس حربة، لازم يعرف يجيب الحلول الهجومية، وإنك كلاعب محترف في الترجي الرياضي التونسي التاريخ والتتويجات لازم تعترف بقوة أصحابك اللي يلعبوا معاك، وبالصورة هيك تقدر تمرر بالصحيح وتنوع في الهجمات اللي قادرة تعمل الفارق. بصراحة شفنا شلل كبير، شفنا لعب بدون تعليق.